Hi there. I and my buddy Joe English are sending our regards. Today we continue lecture 18, unit 3, for third year secondary English. And today we will talk about the present perfect, use of the present perfect with after, once, and until. النهاردة هنكمل محاضرة رقم 17, محاضرة عفوا رقم 18 في شرح منهج ثالثة ثانوي لغة إنجليزية، وإحنا ما زلنا في يونت 3 وهنتكلم عن استخدام المضارع التام اللي هو الـ present perfect مع after, once, and until. So let's share the screen and do just that. All right, so we're still on lesson 2 of unit 3. والجزء ده مخصص للانجوج اللي هو يعني dedicated to grammar، بيتكلموا فيه عن قواعد اللغه، وبيتكلم عن جزئيه محدده استخدام البريزنت بيرفكت فور فيوتشر، يعني بمعنى ايه؟ استخدم البريزنت بيرفكت واستخدم معاه الفيوتشر، وده في جمل مربوطه باستخدام after, once, when اللي هم بيسموهم subordinators. اوكي، يبقى لو انا بربط جملتين باستخدام احد subordinators او ادوات الربط اللي هي after, once, when. في الاساس يا جماعه بنستخدم هذه الروابط مع البريزنت simple، وبعدين الجمله الثانيه بتبقى في الفيوتشر. يعني مثلا اقول when we have enough information we will tell you، يبقى ده في الاساس اني بستخدم present وبعدين بستخدم بعده future. وفي ناس كتير عارفه كده، ده مع اي اداه ربط، يعني مش شرط الثلاثه دول تحديدا، اي coordinator اي subordinator، وبربط جملتين بخلي جمله في المضارع وجمله الثانيه في المستقبل. مثلا when I study hard I will succeed، لما انا بذاكر كويس اكيد هنجح بعد كده. اقول مثلا after I مثلا after I study my lessons I will go out with my friends، لما اذاكر الدروس اللي عليا هخرج مع اصدقائي. ودي حاجه معروفه يعني ما فيش حد مش عارفها. يعني يبقى subordinators او ادوات الربط سواء كانت after او once او until او غيرهم، اوكي، ممكن استخدم بعدهم present simple يعني مضارع بسيط، واستخدم في الجمله الثانيه future اللي هو المستقبل. الجديد بقى اللي هنعرفه النهارده ان ممكن بدل ما استخدم مضارع بسيط استخدم مضارع تام. هو ده الجديد النهارده، يعني بدل ما اقول مثلا when we have enough information اقول when we have had enough information. الجمله اللي هي I will keep working hard until I pass the exam ممكن اقول until I have passed the exam. نجيب مثالين تانيين على استخدام البريزنت بيرفكت. I won't be able to write the report until I have done the research. بدل ما اقول until I do the research اقول until I have done the research. مثال اخر، once I have done the research I will start the report. طيب انا لخصت لكم القاعده عشان تبقى واضحه برضو. عندنا هنا استخدام البريزنت بيرفكت with after, once, until. احنا عارفين ان after, once, until كادوات ربط ممكن استخدم بعدهم المضارع البسيط العادي والجمله الثانيه المستقبل اللي هو بيتكون من will زائد verb. الجديد النهارده ان هقول استخدم بعد هذه الروابط او ادوات الربط المضارع التام. المضارع التام اللي هو تركيبته ايه؟ What is the form of that? Have or has plus the PP اللي هو past participle او التصريف الثالث من الفعل. يبقى هو ده الجديد النهارده. أدوات الربط اللي هي subordinators after وuntil once ممكن أستخدم بعدهم مضارع وبعدين الجملة الثانية مستقبل، أو ممكن أستخدم بعدهم مضارع تام اللي هو present perfect وده موضوع الدرس النهاردة، والجملة الثانية مستقبل. بس ده اللي أنا عايزك تعرفه. بعض الأمثلة على الكلام ده أقول لك مثلا after I have done my homework، بعد ما أكون عملت بعد ما أعمل الواجب بتاعي I will go out with my friends. سوف أذهب مع أصدقائي. جملة تانية أو مثال آخر. Once they have graduated. يعني بمجرد أن هم يتخرجوا. They will search for suitable job.
هيدوروا على وظائف ملائمة. مثال number three, until we have earned enough money, لحد ما يبقى عندنا فلوس كفاية, we will work hard, سوف نعمل بجد. Okay. مثال رابع number four, after he has found a job, he will start to save money. Okay. أو ممكن أقول he will start saving money. يبقى has found والجملة الثانية will start. طيب number five, once she has finished secondary school, okay, she will join university. بعد ما بتخلص المدرسة الثانوية سوف تلتحق بالجامعة. Until the horse has won the race, its owner will train it. يعني لحد ما الحصان يفوز بالسباق, الايه المالك هذا الحصان سوف يقوم بتدريبه او تمرين. اوكي, ده باختصار الموضوع بتاع اليوم. هو سهل جدا, يعني قدامي اوبشن بعد السبوردينيتورز او ادوات الربط اللي هي after, once وuntil, استخدم مضارع تام بدل المضارع البسيط, والجمله الثانيه استخدم فيها المستقبل البسيط اللي هو will زائد الverb. طب واحد يقول لي دلوقتي احنا هنستخدم المضارع التام اللي هو يعني في الحقيقه الماضي, يعني حاجه حصلت. اقول لك بس ستوب لحد هنا, كل قاعده ولها استثناءات, وانا قلت الكلام ده في البدايه خالص, وعشان كده احنا المفروض ما نكلكعش الدنيا قصاد الناس او على نفسنا. في القواعد يا جماعه وفي الجرامر في قاعده واحده وفي لها 100 استثناء على سبيل المثال. وانا قلت المفروض الطريقه الصح في تعلم اللغه مش ان انا اجيب قاعده وافضل يعني اقتل القاعده دي بحثا واجيب كل الحالات بتاعتها واجيب كل الامثله اللي عليها واجيب كل الاستثناءات وبعدين ابدا اطبق اللغه او ابدا اكتب او اتكلم باستخدام الجزئيه اللي انا اتعلمتها. لا, النهارده احنا اتعلمنا ان ممكن استخدم المضارع التام, صحيح هو يعني ان حاجه تمت وانتهت, ممكن استخدمه بعد ادوات الربط after, once وuntil, واستخدم الجمله الثانيه في المستقبل. واحد يقول لي طب ما doesn't make sense, دي حاجه يعني ما هياش منطقيه استخدم في بعد ادوات الربط مضارع تام اللي هو يعني في حقيقته ماضي, المفروض استخدم الجمله الثانيه ماضي, طب ليه استخدمتها مستقبل؟ اقول لك والله هو النيتيفز بيستخدموها كده, اهل اللغه بيستخدموها بالطريقه دي, وديت على سبيل الاستثناء وليست الاساس. في الاساس زي ما قلت ان بستخدم في ادوات الربط مضارع والجمله الثانيه حتى مضارع, يعني هو دايما بنستخدم مع ادوات الربط نفس الزمن. لو استخدمت مضارع استخدم في الجمله الثانيه مضارع, لو استخدمت بريزنت ممكن استخدم فيوتشر برضو, كويس يعني منطقيه ان انا مثلا بعد ما بذاكر بذهب سوف اذهب مع اصدقائي, انما اما بقول مثلا الماضي اللي هي المضارع التام, يعني كان يفضل او كان من المنطقي ان نعمل الجمله الثانيه في المضارع التام زيها او ماضي عشان يبقى هما الاثنين في الماضي. اقول لك كلامك صح من ناحيه المنطقيه البحته, لكن لو احنا هنقيس اللغه على نواحي منطقيه بحته يبقى احنا مش هنتعلم لغه صح. دايما اعرف ان انت في حاجات لها استثناءات كتير لازم نعرفها ونستخدمها زي ما هي كده. اقول مره ثانيه, الدرس بتاع النهارده بيستخدم عن حاجه حاله محدده من استخدام المضارع التام. ممكن استخدم مضارع تام في جمله واستخدم الجمله الثانيه في المستقبل, وده في الغالب بيجي بعد سب اوردينيتورز زي after, once, until. وجبت لك امثله, after I have done my homework I will go out with my friends. سيبك بقى من موضوع المنطقي ان ده كان مضارع تام المفروض اجيب الجمله الثانيه في المضارع التام او الجمله الثانيه في الماضي, كلامك صح من الناحيه المنطقيه, لكن لو شفت جمله فيها after او until او once او اي subordinator تاني وعندك مضارع تام والجمله الثانيه حاططها في المستقبل, ما تقولش ان الجمله دي غلط, لان النيتيفز بيستخدموها بالطريقه دي. تمام. طيب لو انا لقيت الجملتين في المضارع التام ومربوطين باستخدام مثلا احد الكوردينيتورز, مثلا after I have done my homework I have gone with my friends او I have gone out with my friends, هل هي غلط؟ لا, برضو مش غلط. لو استخدمت جملتين بنفس الزمن مع اي رابط من الروابط صح, محدش يقدر يقول لك غلط.
لكن لو جالك في الامتحان جملة فيها الجملة الثانية مستقبل والجملة الأولانية بيخيرك هل أستخدم مضارع تام ولا مثلا ماضي تام، لا يبقى أستخدم المضارع التام بناء على القاعدة اللي وردت في الكتاب. لأن خلينا أقول لك كمان عشان ما نخشش في متاهات كتير، إن في حاجة اسمها traditional grammar، الجرامر التقليدي له قواعد معينة وله أشياء معينة وله استثناءات معينة لازم أستخدمها زي ما هي كده، من غير ما أفضل أقول لا ده كان المفروض يكون كذا وده مش المفروض يكون كذا، خاصة لو أنا عندي كتاب محدد أنا همتحن فيه ووردت القاعدة اللي هي موجودة فيه بتقول بعد السبوردينيتورز اللي هم after once وانتل استخدم مضارع تام، والجملة الثانية استخدم مستقبل، خلاص يبقى استخدم هنا مضارع تام هنا استخدم المستقبل، ده اللي انا هبقى متحاسب عليه. كون بقى ان مثلا حصل تغييرات في القاعدة ديت او تعديلات في الكتب الجرامر الحديثة، او مثلا اللي احنا كنا بنسميه اللي هو الـ يعني الـ بيعملوا حاجة اسمها كوربس لينجويستكس اللي هي بيجمعوا بعض النصوص المجمعة سواء مكتوبة أو مسموعة عن طريق الكونفرسيشنز، ويشوفوا النيتيف سبيكرز بتوع الوقت الحالي بيستخدموا إيه أكتر استخدام ويبدأوا يعدلوا القواعد التقليدية بناء على هذا. إحنا عارفين كناس مختصة في اللينجويستكس أو اللغويات عارفين الكلام ده، وعارفين إن في قواعد كتير من القواعد الجرامر التقليدي تم تعديلها بما يتناسب مع الاستخدام الحالي للنيتيف سبيكرز. لكن انا بقول لك باختصار عشان ما تدخلش نفسك في متاهات، انت عندك قاعده في الكتاب المقرر عليك بتقول بعد اداه ربط استخدم مضارع تام والجمله الثانيه مستقبل بسيط، خلاص نبقى نستخدمها، ولو جت في الامتحان بناء على هذه القاعده ما اقدرش اقول ان هي غلط، لان في كتب جرامر تقليدي فيها القاعده بالطريقه دي واحنا مسؤولين عنها في الامتحان، حتى لو كان تم تعديل هذا فيما بعد او انه في النيتيفز بيستخدموا بشكل اكتر ومطور، يعني تم تعديل مثل هذه الاشياء احنا مش معنيين بالكلام ده على مستوى الامتحان بتاعنا وعلى مستوى التصحيح، ان هو بناء على ان القاعده وردت في الكتاب وان جاب لك عليها امثله وان انت لازم تعرفها زي ما هي. وزي ما قلت لك حتى بشكل عام اللغة ما لا تخضع، تعلم اللغة لا تخضع للأمور منطقية في كل الأحوال، في حاجات بتبقى معناها منطقي وحاجات لا. يعني أجيب لك مثال تاني عشان أريحك، يعني عندك كلمات كتيرة جدا وليكن زي الكلمة دي أنا أكتبها لك، وإحنا هنخش في موضوع بس ملوش علاقة بالنقطة دي في الجرامر لمدة دقيقتين عشان تقتنع بالإيه بالجزء اللي أنا عايز أقوله، إن مفيش تطابق 100% في اللغة إن أنت يكون الأشياء منطقية يعني. اوكي حاجه سهله كل الناس كلها عارفاها، يعني مثلا موضوع الكورسبوندنس ما بين الكتابه والنطق، في لغات زي اللغه العربيه بنسبه كبيره جدا او تكاد تكون 100% في تطابق بين الكتابه والنطق، يعني اللي انا بنطقه بكتبه واللي انا بكتبه بنطقه. اللغه الانجليزيه لا. اجيب لك مثال، اكتب لي مثلا كلمه زي كلمه سايكولوجي هتقوم كاتبها لي كده سايكولوجي، بتتكتب ازاي سايكولوجي اهي. واحد يقول لي امال البي دي جت منين؟ البي ديت موجوده في الكلمه كتابه، ولكن اهل اللغه الانجليزيه ما بنطقوهاش خالص، سواء بريطانيين او انجليز او بتاع ده امريكان او استراليين او اي نيتيف سبيكر اوف انجلش، لو كتبت له كلمه سايكولوجي، طب يا جماعه هي بتتنطق سايكولوجي، يعني البي ما بتتنطقش اصلا، انت بتكتبها ليه؟ هم بيكتبوها كده. تمام؟ يبقى إذا ما تجيش تقول لي إن في حاجات منطقية، لا، لازم في حاجات نعرفها وإن كانت لا تخضع للمنطق. طب أنت يا عم ما بتنطقهاش، بتكتبها ليه؟ This is the way natives do it. فإحنا لازم، أنت راجل بتتعلم لغة مش لغتك، لغة بتاعت حد تاني بتتعلمها زي ما هي كده. أدي مثلا مثال، ما فيش يعني لو جيت تطبق المنطق، طب ليه ما بتشيلش البي؟ طالما إن أنت ما أنتش عايز تنطق الحرف ما هوش منطوق، ليه بتكتبه وما بتنطقوش؟ يبقى هم مش هيغيروا الكلام ده، هم اهل اللغه هم بيعملوها بالطريقه دي. طيب هجيب لك مثال تاني، كلمه daughter، انت اكتب لي كلمه daughter، ادي كلمه daughter، هتلاحظ ان طبعا انا بس هعمل لك الحرف ده مثلا بي خليه مثلا بالاحمر وخليه ان هو بالخط البارز عشان تخلي بالك ان الحرف ده مش بيتنطق. برضو كلمه daughter نلاحظ ان الجي في daughter لا تنطق،
اهي انا عملتها لك بولد وعملتها لك بالخط الاحمر. اوكي طيب بلاش دي، هنجيب لك كلمة تانية بتوضح إن في بعض الحروف لا تنطق، زي مثلا الكلمة دي. أوكي لو شفت الكلمة دي في القاموس هتلاقي معناها food and water، food and water. الكلمة ديت بقى فيها 3 حروف ما بتتنطقش. الكلمة اللي أنا كتبتها لك ديت فيها 3 حروف لا تنطق. تمام؟ اللي هي إيه بقى؟ السي واليو والاي. يعني إحنا ما بنقولش فيكتوالز، ما فيش حد بيقول فيكتوالز أو فيكشوالز. لا، هي الكلمة دي بتتنطق فيتلز. النطق الصحيح للكلمة ديت كلمة فيتلز، وهي معناها فود أند درينك. طب يا جماعه ليه ما بتكتبوش فيتلز في اي تي ال اس والاس اتنطق زي وانتهينا ونريح دماغنا ونريح المتعلمين اللغه؟ والله هم ما بيعملوش كده. اهل اللغه بيكتبوا كلمه فيتلز بالطريقه دي في اي سي تي يو اي ال اس، وبتتكتب كده وبتتنطق فيتلز، ما بيتمش نطق فيها غير الفي والاي والتي والال والاس، انما السي واليو والاي لا تنطق. بالرغم ان السي حرف ساكن، يعني ما واحد يقول طب مثلا اللي بيلعب في النطق في اللغه دايما الحروف المتحركه اللي هي اي 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 او يو، ليه هنا ما نطقوش السي اصلا كمان؟ والله هم ما بيعملوش كده. وانت ممكن ترجع للقاموس، اكتر من قاموس، سواء امريكان او بريتش او غيره، تكتب الكلمه ديت هتلاقي نطقها فيتلز بمعنى الطعام والشراب. يعني انا جبت لك بس كام مثال كده سريع ان في تعلم اي لغه بلاش تخضع كل الحاجات اللي بتتعلمها لموضوع المنطق، وان في لغات لها منطق خاص بيها اللي هي مثلا حاجات غير نمطيه شويه، هم بالنسبه لهم بتخلي اللغه ظريفه. يعني ما هوش كل حاجه بنطقها اكتبها وكل حاجه اكتبها انطقها وهكذا. وكل النيتيفز عارفين الكلام ده. اي واحد نيتيف اوف انجلش لو قلت له سايكولوجي هيكتبها في اولها بي، وقلت له اكتب daughter هيكتبها فيها جي، ما بيقولش dog طر او بينطق سايكولوجي يقول بي سايكولوجي، ما حدش بيعمل كده. ولو كتبت له كلمه فيتلز هيكتبها لك في اي سي تي يو اي ال اس، بالرغم ان السي واليو والاي لا تنطق. تمام؟ انا جبت لك بس مثال على ان في حاجات في اللغه ما هياش منطقيه بس لازم اعرفها از ات از. نرجع بقى لموضوعنا الاساسي اللي هو موضوع ده اللي هو موضوع الجرامر اللي كنا بنتكلم عنه. وزي ما قلنا خلينا مثلا ديت نعملها تطابق الايه الرايتنج اند سبيكينج، عشان لو حبينا نرجع ليها في اي وقت اللي هي في اللغه الانجليزيه مثلا نقول يس، نقول مثلا رايتنج اند سبيكينج كورسبوندنس. نقول مثلا كورسبوندنس بتوين writing and speaking، او اللي هم بيسموها graphs and sounds، الحروف المكتوبه والنطق بتاعها. يعني في لغات بتبقى بنسبه 100%، لغات بتبقى زي اللغه العربيه. يعني في اللغه العربيه ما بيكتب لكش مثلا واحد اسمه حسن وينطق لك سن، ده مش مستحيل يحصل في اللغه العربيه. اوكي لكن في اللغه الانجليزيه في كلمات كتير بتكتب وفي حروف ما بتتنطقش فيها. اوكي يعني مثلا ما ينفعش يكتب لي بالعربي طعام وبعدين ينطقها لي عام بس من غير ما ينطق الطا، يقول لك اصل احنا بقينا زي الانجليزي في حروف مش هننطقها. يعني طبعا مستحيل. يعني كل لغه لها لوجيك خاص بيه، وكل لغه في حاجات برضو غير منطقيه خاصه بيه. يعني ما تخضعهاش لموضوع اللوجيك او موضوع المفروض كنا نعمل ايه او المفروض كنا نقول ايه. في حاجات في اللغه اعرفها زي ما هي، وبناء عليه لما تتعلم قاعده انا بقول لك خلاص قاعده النهارده اعرف ان في subordinators او ادوات ربط، وبعدين يجي بعدها مضارع تام، الجمله الثانيه مستقبل بس.
لو جت المضارع تام في الجملتين صح ولا غلط؟ لا صح، انا بقول لك صح 100% كمان. لو في اي رابط واستخدمت الجملتين في نفس الزمن صح 100%. لكن لو جاب لك زي ما قلت لك، جالك في الامتحان جمله هي يعني اداه ربط زي مثلا after، وجاب لي الجمله الثانيه في المستقبل، والجمله الاولانيه بيخيرني مثلا ما بين مضارع تام وماضي تام، يبقى ايه اللي هختاره؟ هو المضارع التام بناء على القاعده اللي موجوده قدامي. تمام، بس عشان يبقى الموضوع واضح وما تخضعش الكلام ده لللوجيك، لان في حاجات كتير in language it does not يعني comply by the logic، يعني مش بي يعني لا يمكن تفسيرها عن طريق اللوجيك. تمام كده. طيب الجزء اللي انا كنت لخصته لك قبل ما نحل التمرين اهو مكتوب اهوت، نقوله مره اخرى في استخدام الاداه الربط اللي هي السبورديناتور، بعدها مضارع تام، الجمله الثانيه بيكون في الماضي، لا سوري في المستقبل البسيط. يبقى اذا after او once او until ممكن اجيب بعدها have او has التصريف الثالث اللي هو المضارع التام present perfect، الجمله الثانيه اجيب بعدها مستقبل بسيط اللي هو will زائد الفعل، يعني مش مستقبل تام، خلي بالك مستقبل بسيط عادي. طيب هجيب لي بعض الامثله. number one after I have done my homework هي have زائد التصريف الثالث، ايه اللي هيحصل؟ I will go out. طيب المثال الثاني number two once they have graduated بعد التخرج they will search for suitable jobs هيدوروا على وظائف ملائمه. يبقى هنا have graduated have زائد التصريف الثالث، وهنا will زائد الverb. طيب number three until we have earned enough money يبقى have زائد التصريف الثالث، الجمله الثانيه we will work يبقى will زائد الverb. طيب number four after he has found has زائد found، الجملة الثانية will زائد الverb will start. once she has finished has زائد finished has زائد التصريف الثالث، وبعدين الجملة الثانية will join she will join university. the horse has won تمام يبقى has زائد التصريف الثالث، الجملة الثانية will زائد train will زائد الفعل. واضح الموضوع يا جماعة؟ طيب نشوف بقى تمرين مباشر على الكلام ده من الكتاب اهوت. اوكي بيقول لي choose law number five choose the correct option to complete the sentences اللي هو التمرين اللي قدامنا. when I have done ادي have زائد التصريف الثالث I will collect all the results المستقبل. طيب number two once you have finished يبقى have زائد التصريف الثالث تمام، الجمله الثانيه will you tidy your room please، هي مستقبل جايبه على شكل سؤال بس هي ما زالت مستقبل يعني. Okay, fine. Number three, normal people won't travel in space until it has become less expensive. طبعا خلي بالك ان until ممكن اجيبها في نص الجمله او اول الجمله، وباي اداه ربط ممكن اجيبها في نص الجمله او في اول الجمله، المهم ان اللي هيجي بعد until او after او once هو المضارع التام اهو has زائد become، الجمله الثانيه هي اللي فيها المستقبل اللي هو will او won't that travel. سواء كان الجمله منفيه او مثبته دي مش القضيه، الاثنين حسب المعنى يعني، لكن المهم يكون الزمن المستخدم هو مستقبل بسيط اللي هو will زائد الفعل، سواء كان بقى مثبت او منفي ده اللي بيتحكم فيه معنى الجمله يا جماعه. تمام؟ يبقى الجمله رقم 3 هنا want travel ده مستقبل اهوت، وبعدين has become هنا مضارع تام، يبقى استخدم has او have زائد التصريف التالي. طيب number 4 people won't have bought ولا won't buy until they have discovered يبقى won't buy، يبقى هي مستقبل بس منفي مش مهم النفي، المهم مستقبل. الجمله الثانيه they have discovered have او has التصريف الثالث. طب اللي بتحكم في وجود have او has ايه؟ الفاعل اللي قبله، لو فاعل جمع زي we او they بجيب have، لو مفرد زي it هنا مثلا هي يبقى it has become، ما ينفعش اقول it have لان it ديت third person singular لازم اجيب بعدها has، لكن الضمائر الجمع زي they زي we زي I لازم يجي بعدها have. طيب المثال الاخير او السؤال الاخير 5 when I have fixed my computer I will help you with your research. طبعا هنا when هي جي بعدها have fixed بس هي مختصره اللي هي contracted يعني contracted form. I have fixed هي مضارع تام، الجملة الثانية فيها will زائد الفعل يبقى will plus verb.
تمام كده؟ يبقى القاعده باختصار بتاعت النهارده ممكن استخدم مع ادوات الربط اللي هي السبورديناتورز زي when وزي until وزي once، استخدم بعدهم مضارع تام اللي هو have او has التصريف الثالث، الجمله الثانيه استخدم ايه؟ مستقبل بسيط يعني will زائد الفعل. محدش يقول لي عشان دي مضارع تام استخدم في الجمله الثانيه مستقبل تام، لا، استخدم مستقبل بسيط عادي جدا اللي هو will زائد الفعل. طيب نشوف السبيكينج هنا بيقول لي complete these sentences so that they are true for you. يعني مثلا once I have finished this lesson، انت اما تخلص الدرس هتعمل ايه؟ كل واحد حسب بقى الحاجه اللي هو بيخطط يعمل لها. مثلا الطالبه دي بتقول once I have finished this lesson I will go to the library to do my homework. هروح المكتبه عشان اعمل الواجب بتاعي هناك، مكان يعني ما فيش فيه دوشه وهتعمل الواجب. طيب بالنسبه لك انت بقى، ممكن واحد يقول once I have finished this lesson، بعد ما اخلص الدرس ده I will go out with my friends، هذهب مثلا اخرج مع اصدقائي. I will visit the zoo، هروح حديقه الحيوان. I will مثلا watch some TV، اتفرج شويه على التلفزيون. I will surf the internet for a while، افضل اقلب كده في النت شويه. او I will check my Facebook account، يبقى انا هبص بص على الاكونت بتاعي على الفيسبوك. اوكي، فهو عايزك يعني كل واحد يكمل الجمل بحيث ان هي ترو فور يو، تبقى صادقه بالنسبه لك، ايه الحاجه اللي انت بتفكر تعملها. طيب الجمله الثانيه when I have finished my homework this evening، لما اخلص واجبي النهارده بالليل I will، احنا النهارده لسه مثلا الظهر او الصبح، وانت بتقول when I have done my homework in the evening، انا مثلا بخطط ايه؟ I will go out with my family، انا هخرج مثلا مع اسرتي. I will go to the cafe مثلا with my friends، اروح للكافيه with my friends مثلا have some coffee some cappuccino whatever. اوكي طيب when I have left school، لما اكون خلصت المدرسه I will join university. في بعض الناس انا هلتحق بالجامعه، في بعض الناس I will find مثلا a job، واحد عايز يشتغل لمده سنه ولا حاجه قبل ما يروح الجامعه زي ما بيحصل بره، فبيقول مثلا I will find او I will search for a job. طيب until I have earned enough money I will work hard، يعني هفضل اشتغل بجد او يعني بجديه لحد ما اكسب القدر الكافي من المال. يبقى اذا اتعلمنا في درس النهارده باختصار ان subordinators زي after زي once زي until ممكن استخدم بعدهم مضارع تام اللي هي have or has زائد ال pp past participle، الجمله الثانيه استخدمها في المستقبل البسيط اللي هي will زائد الفعل. تمام كده يا جماعه؟ طيب هناخد بقى تمرين على هذا الكلام في الورك بوك زي ما احنا متعودين. نشوف الورك بوك دلوقتي نلاقيه جايب لنا جزء تمرين مباشر على اللانجوج هوت اللي هو استخدام الروابط until وafter once مع البريزنت بيرفكت والجمله الثانيه في الفيوتشر. هو جابها هنا على شكل ان احنا بنعمل ماتشنج ما بين كولوم A and كولوم B. هو حل الاول واحده علي won't be able to use the computer until he has repaired it. until he's repaired it معناها until he has reverted. وزي ما قلنا ممكن اجيب until في نص الجمله او في اول الجمله. المهم الجمله اللي لازقه في until هي اللي فيها المضارع التام، الجمله الثانيه مستقبلها. won't be able to. won't اللي هي will not. طبعا هو نفيها، طبعا النفي او الاثبات ده وفقا للمعنى العام اللي هو عايز يديهولي يعني. يعني سواء انا نفيت حاجه او اثبت الحاجه ديت وفقا للحاجه اللي انا هعمل. يعني مثلا لما اقول when I have finished my homework I will not go out with my friends، النهارده مثلا لما اخلص الواجب انا مش هزهق مش هخرج مع اصدقائي، انا عندي حاجه ثانيه هعملها مثلا في البيت، هتفرج على حاجه هعمل حاجه. في يوم ثاني when I have done my homework I will go out with my friends. المهم ان الجمله في الحالتين هي مستقبل، الجمله الثانيه في المستقبل، سواء انت نفيت انك تخرج مع اصدقائك او اثبت انك تخرج مع اصدقائك دي حاجه خاصه بيك، المهم المعنى وفقا للحاجه اللي انت قاصد تقولها. المهم في الحالتين يعني ان الجمله الاولى اللي بعد اداه الربط هي في المضارع التام، الجمله الثانيه هي في المستقبل، سواء انت عملته مثبت او منفي. طيب
شوف المثال الثاني نمبر 2 once I have finished reading this book ادي once بعدها have finished مضارع تام على طول الجملة الثانية هتبقى مستقبل طب ايه اللي هيحصل بعد ما اخلص قراية الكتاب I will lend it to you انا هعيرك هذا الكتاب يعني هسلفك الكتاب تقراه يبقى I will ادي مستقبل اهو الجملة الأولى جه بعدها have finished مضارع تام الجملة الثانية مستقبل will زائد الفعل تمام يبقى دي هي الإجابة الصحيحة للسؤال رقم 2 شوف نمبر 3 when we have baked the cake لما احنا نكون عملنا الكيكة ايه اللي هيحصل we will cut it into pieces الحاجة المناسبة ب احنا هنقطع الكيكة دي الى قطع كل واحد هياخد قطعة مثلا we will cut يبقى we will cut دي ادي مستقبل اهوت والجزء الاولاني when we have baked ادي have زائد baked يبقى have زائد التصريف الثالث اللي هو المضارع التام طيب نشوف نمبر 4 We won't be able to stay in the hotel. يبقى well زائد الفعل أو منفي ما فيش مشكلة أدى المستقبل. إيه اللي هيحصل until they have finished painting it. Have finished. يعني لحد ما يخلصوا دهان الهوتيل. إحنا مش هنقدر نقعد في الهوتيل إلا لما يخلصوا دهان الهوتيل. تبقى الـ until جاي بعدها هي مضارع تام. Have زائد التصريف الثالث finished. الجملة الثانية will be able or won't be able وفقا للمعنى يبقى المهم will زائد الفعل اللي هي معناها مستقبل لو نفيتها won't برضو اللي هي will not صح ما فيش مشكلة طالما ان هو في نفس الزمن المستقبل طيب اخر جملة في الاكسرسايز when طارق has passed his driving test لما طارق ينجح في اختبار القيادة هنا have او has بقى لان طارق مفرد يبقى استخدم has زائد التصريف الثالث هي المضارع التام برضو ايه اللي هيحصل he will be able to drive in Cairo هيكون قادر ان هو يسوق في القاهرة لانه هيكون خلص او نجح في اختبار القيادة لاحظ ان will be able أدى مستقبل الجملة الاولانية has passed اللي هو المضارع التام واضح يا جماعة يبقى الدرس النهاردة كان سهل جدا وبسيط اختصاره مرة تانية ممكن استخدم بعد ادوات الربط اللي هي until و after when مضارع تام اللي هو تركيبه have or has plus the past participle الجملة الثانية هستخدم فيها future البسيط العادي اللي هو will زائد الفعل هنا بقى هعطي لك homework ان انت تحاول تعمله write a paragraph summarizing the research you found out about the importance of space exploration and exercise 7 of the student's book كنا حلينا في the student's book exercise 7 حاجة عن الايه السبيس اكسبلوريشن او اكتشاف الفضاء هو طلب منك ان انت تعمل بحث تدور يعني على اهمية استكشاف الفضاء فاحنا عايزينك تكتب باراجراف باراجراف واحد او فقرة واحدة يعني مثلا ست سبع سطور تقول لنا فيهم تلخص لنا فيهم اهمية او the importance of space exploration زي ما قلت لك الكتابة مش مطلوبة منك فعليا كتابة فعلية في الفاينل تيست او الفاينل اكزام لكن دي هتعدك للدراسه في الجامعه زي ما قلت هيبقى مطلوب منك كتابه كتير فانت حاول تعمل ده في الهوم ورك واحنا هنخصص فيديو ان شاء الله مع بعض نشرح فيه ازاي انك انت تكتب بطريقه منظمه تقدر تحضر او تعمل برين كادجلينج او برين ستورمينج يعني عصف ذهني وتطلع ثلاث اربع افكار الاول قبل ما تكتب وبعدين تنظم افكارك بشكل معين وتبدا الكتابه اللي هي بيسموها الفيرست درافت او النسخه الاولى من الكتابه بتاعتك اللي هيكون فيها لسه فيها اخطاء ممكن في الجرامر او اخطاء املائيه اخطاء في بعض الحاجات البنكتويشن الى اخره وبعدين بتعمل ريفيجن بتراجع عليها مره تصلح الحاجات طبعا ممكن تديها لاحد زملائك يقراها وبعدين هيدي لك فيدباك او للتيتشر بتاعك ويدي لك فيدباك وبعدين بناء على الملاحظات او الفيدباك بتاع التيتشر او واحد من زملائك او واحده من زميلاتك هتبدا تعدل بعض الحاجات اذا كان في بعض اخطاء في السبيلنج او الجرامر او البنكتويشن او حتى افكار جديده يعني قال لك مثلا والله الفكره دي كويسه بس الفكره الثانيه اللي انت قلتها ايه رايك تعدلها تبقى كذا الفكره الثالثه ديت فيها دايجريشن يعني مش متعلقه او بالموضوع اللي انت بتتكلم عنه اللي هو استكشاف الفضاء فليه ما تغيرهاش وتتكلم مثلا عن فكره اخرى زي كذا فبناء على الفيدباك هتعمل ريفيجن للي انت بتعمله وتبدا تعدله مره اخرى وبعدين بتوصل في النهايه للفاينل درافت او النسخه الاخيره من كتابتك سواء لباراجراف فقره واحده او اسي مقاله كامله وبالتالي بتبقى بصوره افضل يعني
وزي ما بقول لك حتى ال well established writers، الناس الكتاب المحترفين اللي هو بيكسب اكل عيشه من خلال الكتابه، ما يقدرش يقعد كده في 10 دقائق ربع ساعه يكتب حاجه او اكتر او اقل من الوقت يعني وتطلع صح 100% بدون تعديل. مستحيل مستحيل يعني، في حاجات كتيره جدا لازم تكون في موضوع الكتابه. هي الكتابه بيسموها ريكيرسيف بروسيس، يعني حاجه بتقعد تعملها مره واثنين وثلاثه واربعه وبتقعد تعدل فيها، وحتى النسخه الاخيره اللي انت بتكتبها ممكن قابله للتعديل، لكن وفقا للمتطلبات يعني، او في المرحله اللي انت فيها والسؤال المطلوب منك انك تكتب بس حاجه متعلقه بالموضوع. وهنا لخص اهميه استكشاف الفضاء في ثلاث اربع خمس سطور بس، فهتكتب مثلا فكرتين تكتب فيهم أهمية استكشاف الفضاء من وجهة نظرك، وبحيث ما يكونش فيه أخطاء جرامر وأخطاء سبيلينج، بس ده المطلوب منك في الوقت ده، تمام؟ فإحنا هنخصص بعد كده فيديو إزاي تعمل الكلام ده بشكل كويس ومنظم، وهو حتى لو مش مطلوب في الفاينل إكزام هتكون حاجة أو سكيل، مهارة كويسة بالنسبة لك هتعدك بعد كده الحياة الجامعية إن شاء الله. بعد ما تخلص ثانوي هتبقى مطلوب منك الأشياء ديت، فحاول أنت الأول إن أنت تعمل الباراجراف أو الفقرة ديت لوحدك، وهنقول لك بعد كده في فيديو مستقل إزاي نعملها بشكل أفضل وبشكل منظم. Thank you very much. كده خلصنا الموضوع بتاع اليوم، وإن شاء الله tomorrow we will continue explaining things from unit 3 of third year secondary English. Thank you and I will see you in the next one.